أهلا بكم في برنامجكم أعزائي المشاهدين، صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أهم الأحداث على الساحة العراقية. ونبدأ من العاصمة بغداد. اعتاد العراقيون في تظاهراتهم ومنها ثورة تشرين على التعبير عن رفضهم للعملية السياسية بهتافات شعبية كشلع قلع كلكم حرامية أو إيران برا برا بغداد تبقى حرة، والكثير من العبارات والهتافات بغداد تبقى حرة للدلالة على التدخل الإيراني في العراق. ولا يفوت أحرار العراق أي مناسبة أو حادثة إلا ويستغلونها في التعبير عن سخطهم من العملية السياسية ومن وجوهها الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولغاية الآن، حيث تم طرد عدد من السياسيين ومنهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال تشييع الشاعر مظفر النواب بعبارة شلع قلع كلكم حرامية في العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. طبعا تم قذف الأحذية على موكب رئيس الوزراء وعدد من السياسيين في العراق اليوم في العاصمة بغداد كما شاهدنا في هذه الصور. الشارع العراقي يغلي، وبحسب تقارير صحفية فإن يعني من المرجح أن تكون هناك ثورة في الأيام القادمة، ربما تكون أكبر من ثورة تشرين في ظل العديد من العوامل منها الفقر والبطالة وكذلك الانسداد السياسي. يعني أكثر من 6 أشهر على مضي الانتخابات التي أطلقوا عليها بأنها مبكرة، وهذه المبكرة لم تنتج لغاية الآن الحكومة بسبب الصراع بين الكتل السياسية. هناك حالة غليان شعبي في العراق يستغلها العراقيون كمثل هذه المناسبة للتعبير عن غضبهم وسخطهم من السياسيين بشكل عام. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول طرد السياسيين، ومنهم كما أشرنا وشاهدنا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. نقرأ بعض التعليقات على منصة فيسبوك. من هذه التعليقات، طبعا التعليقات كانت كثيرة جدا، نأخذ بعضا منها. نعم، يقول نبيل الحلاق: لو كان هذا في غير العراق أو في غير بلد لرأينا استقالة الحكومة لرفض الشعب لها، إلا في هذا البلد متمسكون بالسلطة. يقول نبيل. أبو مهند ثامر العبيدي علق وقال: أول الغيث والقادم قادم، وجاهل من يختبر صبر الشعوب. يقول أبو مهند. باسم يقول: المفروض بكل مكان وبكل ظهور بالشارع من قبل السياسيين ينضربون بالأحذية، لأن هذا هو مقامهم رميا بالأحذية. تحدث رشاد محمد وقال:
تشرين العظيمة رفعت حاجز الخوف، ها هم ولد تشرين الأوفياء. طبعا نستقبل أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ما عرضناه في هذا المقطع، مقطع طرد السياسيين ورميهم بالأحذية في العاصمة بغداد خلال تشييع الشاعر مظفر النواب، وشاهدنا حجم الغضب، غضب الشارع العراقي من السياسيين وبهتافات وبضرب سيارات موكب المسؤولين ومنهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. حقيقة يعني كمية من الغضب تشاهدها في هذه الصور التي تناقلها العراقيون اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، إن كان على فيسبوك أو على تويتر أو على يوتيوب وفي منصات أخرى، وتداولها العراقيون. الأرقام موجودة أسفل الشاشة، يمكنكم الاتصال بنا للتعبير عن آرائكم حول هذا الملف الأول في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. معنا اتصال ناصر من بغداد. ناصر، شاهدت اليوم كمية الغضب، وكما عرضنا بعض الصور في مقطع فيديوي، كمية الغضب للشارع العراقي الناقم على السياسيين في العراق، كيف تفسر هذا الغضب؟ مرحبا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. الصورة واضحة أنه اليوم الشعب العراقي من خلال تشييعه للمرحوم النواب أنه عبر عن رسالة حقيقية، أنه يقول للسيد رئيس الوزراء هذا حتماً قدام الشعب العراقي. فالشعب العراقي اليوم عبر أجمل ما التعبير أنه مخالف رأي بالسياسة العراقية. إضافة إلى ذلك أنه البارحة ممثلة الأمم العامة المتحدة أكدت على أنه السياسيين العراقيين فاشلين، هذا يعزز موقف الطبقة العراقية اليوم اللي شاركت في التشييع. الرسالة اليوم اللي اندزت للسيد رئيس الوزراء والسياسيين بشكل عام رسالة غضب وصفور. فاحنا نعبر عن راينا للمواطنين العراقيين انه الطبقه السياسيه عميله، اكملها بدون استاذ عمر، عميله ومواليه للاجنبي ومواليه للغير دولي. فبالتاكيد انه حاله نفور عند الشعب العراقي اليوم. الرساله واضحه وصريحه، خصوصا بعد انه رزق رئيس الوزراء بالتجاره واشياء غير محببه. احنا ما نريد نقول انه السياسه العراقيه فاسحة، لا، وضر للشعب العراقي فعلياً. موقف السياسي حرص الآن، أنت تجي جنابك لبغداد وتلاحظ آراء المواطنين، فالآراء والله العلي العظيم فتغضب مو بس باللجان. يعني أنت من العاصمة بغداد أخي ناصر، وتحدثنا في بداية هذه الحلقة بأن هناك يعني تقارير متتالية، تقارير صحفية، تقارير دولية يعني ترصد هذا الغضب، وتتوقع في القريب العاجل يعني اندلاع ثورة كبيرة ربما تكون أكبر من ثورة تشرين بسبب عوامل عدة، منها الفقر والبطالة وهذه العواصف الترابية، ويعني انعدام الخدمات للمواطن العراقي، وكذلك هذا الانسداد السياسي، هذا المصطلح الذي يطلق على ما يجري الآن من صراع بين الكتل السياسية. يعني ماذا بقي من الانتخابات المبكرة وأكثر من 6 أشهر لم تتشكل الحكومة؟ هل تتوقع بأنه هناك ثورة بالفعل سوف تندلع في العراق في الأيام القادمة؟ نعم أستاذ، أنا أستاذ عم تعقيبا على كلامك، أنه الشعب العراقي دا يغلي دا يغلي، يعني حالة من فوران. فأنا أتوقع أنه الحالة في مأساوية، احتمال أنه يصير فيها هجر بالدماء، احتمال يعني مو بعيدة. إن شاء الله نتجنب العراقيين كل أذى يا رب إن شاء الله. بس وصل إلى حالة من اليأس، يعني شاف إنه التقارب والتواضع والتساهل وياهم ما يفيد. فاحتمال إنه كحالة يضطر الشعب العراقي إنه يستخدم القوة بين الطرفين تصير. فأنا أتمنى إنه ما تصير، لكن الحل الوحيد هو هذا، لأن السياسة للمواطن العراقي لا يسمع ولا يصدر رأيه. والله العلي العظيم احنا اتمنى الشعب العراقي يكون من طرف سواء من الحكومه او من الشعب انه دماء قطره واحده ماكو. امين. لكن وما حاله المطر الا ركوبها سوى الشعب العراقي.
غير انه يضحي بالدماء، رغم انه ضحى بالدماء، لكن هاي المره يريد يضحي من اجل غير السياسيين. سبب العقده بالعراقيين السياسيين. الان مصالحهم تقاربت، لكن الفوائد اللي عندهم تباعدت، عندهم تباعد الفوائد. والا هم متقاربين على نفس المنهج، يسرقون البلد ويدمرون البنى التحتيه، يخلون بلد مشتت، هذا منهج عام عندهم. شكرا لك ناصر من بغداد. معنا ابو علي من البصره. ابو علي، برايك يعني ألا ينظر السياسيون حجم الغضب، غضب الشارع العراقي، على سبيل المثال ما شاهدناه قبل قليل في هذا المقطع من هتافات غاضبة، من رمي بالأحذية على موكب السياسيين ومنهم رئيس الحكومة، يعني عندما يعودون ألا يتحدثون فيما بينهم بأن الشارع العراقي لا يريدنا، يرفضنا، برأيك؟ أبو علي هل تسمعني؟ أبو علي من البصرة. نعم. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حكومة العراقية من خدمات المواطن العراقي لا كرعباء، لا راعى بالبلد، لا مال. حكومة مخلين هلمن. نعم. زين، اليوم السياسيين مدى يشوفون حجم الغضب، إن كان في الشارع مثل ما شاهدنا في المقطع أو على منصات التواصل الاجتماعي، مدى يقولون يابا ترى الشعب راح ينفجر علينا، خلينا سوينا صورة حال، خلينا نستقيل، نبطل، يا ريت تنص التلفزيون. عيني أبو علاوي نص لنا التلفزيون للأخير واسمعني من التلفون مباشرة. احنا نطالب من الحكومة راتب رعاية، ما عندنا لا راتب رعاية لا عاية، ليش شعبة تجيب الطحين ب 40,000؟ نعم. ابو علي اني اشكرك ابو علي من البصرة، وارجع وانوه يعني الرجاء خفض صوت التلفاز، نص التلفزيون رجاء، واسمعونا من الموبايل مباشرة. معنا هاشم من محافظة كربلاء. هاشم، شاهدنا حجم الغضب، غضب الشارع العراقي اليوم في العاصمة بغداد، وكيف يعني صدحوا بهتافات تتهم الطبقة السياسية بالسرقة وبالفساد، وقاموا بضربهم بالأحذية، كيف ترى هذا الغضب العراقي اليوم؟ هذه بسبب المعاناة ما تعاني من عندها كل الناس. نعم. قد تعاني من ناحية أخرى، لا خدمات لا أي شيء، بل ازدادت هذه العصابات تجاه المعركة هذه بس للمعاناة اللي تسببتها بحق كل المواطنين من كل محافظة. إي والله، هؤلاء أدوات الاحتلال الأمريكي والإيراني، وخاصة الرجال الدين، بل هم ليس رجال الدين، بل رجال الفساد، هم وميليشياتهم وزنادقهم التكفيريين المجرمين الحرب، وعلى رأسهم ميليشيات الزنديق التكفيري مجرم الحرب مقتل صدر، وميليشياته القذرة الفاسدة اللي هي قامت بقتل الأعداد الكبيرة من ثورة تشرين، الطائرين في ثورة تشرين. اي نعم. وهذه ليس هي الواحدة، لكنها هناك جرائم ارتكبتها هذه ميليشيات، هذا الزنديق المجرم السفاح وقت الصدر في الناصرية في محافظات. تتوقع الشعب العراقي يثور بسبب كل هذه الأزمات؟ اليوم الأزمات بازدياد، أزمة وقود، أزمة كهرباء، أزمة وظائف، أزمة خدمات، فساد مستمر، انسداد سياسي، حكومة لم تشكل. نعم، انقطع اتصال مع هاشم من كربلاء. معنا محمد من أمريكا. محمد، كيف تفسر غضب الشارع العراقي اليوم على السياسيين؟ ومثال ما شاهدناه في المقطع في بداية الحلقة. محمد، السلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عمر، عمرك هم من أجل رحمن وادي كسوا بالعراق، شو قلت كلهم مخدرات وحشيش وقتل تهجير سووا بالبلد رحم الوالدي. والله بعد يجي المتظاهرين عاشوا بالملحة، مو بقى هذا حشك اضربه بالرصاص، الرصاص اضربه حرق هو ورث المال،
وهذا ركابه من عيشك السافل. هذا دول مجرمين عمي، ليس حكام، ليس حكام، دول مجرمين هم وهذ العمايم القاعدين من نجف وكربلاء. حتى يطلع لك واحد مني والايران يقول لك ليش تحصي على ايران؟ عمي ايران دمرت البلد لعبه لعب. ايها الذيول، ذيول ايران، لك عمي ايران ما تحبكم. عجم عجم والله عمي، يهود يشرف من ايران، اليهود اسرائيل اشرف من ايران. كفي لك الله، والله العظيم عمي دمروا يعني البلد. كفي لك الله، لا يريدون البلد ينهض. وحيي الصهاينة، الصهاينة قتل أخي محمد، الصهاينة قتل. يعني أنا أشكرك محمد من أمريكا كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر أعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذا اليوم، حيث انتقد أحد الصحفيين العراقيين في محافظة ديالى، انتقد أزمة الوقود البنزين الخانقة في المحافظة، حيث تفقد هذا الصحفي الكثير من المحطات كما قال لتعبئة الوقود فوجدها مغلقة، أما محطات الوقود المفتوحة فوجدها مكتظة بطوابير للسيارات منتظرة للتزود بالوقود. دعونا نتابع هذا المقطع الذي نشره الصحفي العراقي من محافظة ديالى على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. أريد أعرف البنزين وين دا يروح؟ ليش أكو أزمة بديالى؟ يعني أنا شخصيا من الساعة بالتسعة ونص أو بالعشرة لحد هسه الساعة باثناعش إلا ثلث أو إلا ربع راح يصير، افتريت الخالص كلها محطات أهلية وحكومية. الأهلية طبعا كلهن ما بيهن، كلهن دا ياخذون البنزين يهربوه، ما أعرف شلون يدوه، ما أعرف يعني. الحكوميات ما بيهن، هبهب ما بيها، الغالبية ما بيها. يمكن شفت وحدة وازدحام وصل عليه 3 كيلومتر. أريد أعرف طرقاعة البنزين شنو بدياله، ليش تصير طرقاعة ازدحام وأزمة بالبنزين بدياله؟ يعني وين دا يروح البنزين؟ أم أنتم ما تستحون بلد نفطي يصدر النفط لبقية الدول ومواطنين ما عندهم بنزين، مدى يحصلون بنزين، مدى يحصلون منتجات نفطية؟ يعني أنت يا وزارة النفط يا رئاسة الوزراء يا المسؤولين على ملف الملف بمحافظة ديالى، ألزم المسؤولين على أو المعنيين بالتهريب وبالسرقات وبملف البنزين أطيح حظهم وأقعدهم ببيوتهم، لأنه ما جاء قدمون خدمة للناس بشكل صحيح. أنا دا أحكي بصفة مواطن متضرر، لا صحفي ولا إعلامي ولا إلى آخره. أنا اللي أريد أسأله، ليش مدى تم وضع حد لهذه المشكلة؟ ليش مدى يحاسبون المعنيين على هذا الملف أو المعنيين بهذا الملف؟ يعني ما تستحون انتو تروح للصومال عمي ما تلقيت ازدحام. تتواصل أزمة الوقود في العراق وتحديدا البنزين في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى ومنها نينوى والتأميم وديالى، لا سيما بعد أن أغلقت عدة محطات أبوابها، فيما تسجل هذه المحطات طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات المفتوحة في ظل تزايد المخاوف من توسع الأزمة التي قد تصل إلى محافظات الجنوب بحسب تقارير من العراق. علل عاملون الشهر الماضي في محطات بغداد غياب البنزين بعدم وصول البنزين المستورد من إيران، حيث يعتمد العراق في جزء من استهلاكه اليومي على البنزين الإيراني بشكل أساسي منذ سنوات، وزاد الاعتماد بعد انهيار المصافي العراقية الهامة وأبرزها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين التي كانت توفر نحو 60% من حاجة العراقيين من الوقود. في نينوى تزداد الأزمة بشكل كبير، حيث يشكو سائقو التاكسي من انتظارهم فترات طويلة للحصول على البنزين لسياراتهم. وفي وقت سابق أشار محافظ نينوى نجم الجبوري كما تحدث هذا العراقي الصحفي إلى أن معلومات تفيد بأن جزءا من المنتجات النفطية ربما يهرب، مع العلم أن محافظة نينوى تتلقى يوميا بحسب الأرقام الحكومية أكثر من 2 مليون لتر من الوقود، وهي أعلى حصة مخصصة لمحافظة عراقية بعد محافظة بغداد. أما في كركوك وهي الغنية بالنفط فقد لجأت إلى اعتماد نظام البطاقة الوقودية ابتداء من بداية هذا الشهر، وذلك لتزويد السائقين بالبنزين العادي وبالسعر الحكومي البالغ
450 دينارا للتر الواحد، وتقليل الزحام في محطات الوقود كما تقول إدارة المحطات هناك. طبعا دعت شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك المواطنين إلى الإسراع بمراجعة مراكز التوزيع المعلن عنها مسبقا لاستلامها، وتعمل المنافذ التي حددتها الشركة بجهد من أجل تسليم البطاقات الوقودية الجديدة للمواطنين. وبيّنت كما قالت إطلاق البطاقات الجديدة سيسهم في حل مشكلة الاختناقات الحاصلة في محطات الوقود. العراق كما هو معروف يمتلك احتياطات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدر له في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بحجم إنتاج يقدر بأكثر من 3.5 مليون برميل يوميا، ويمثل النفط أكثر من 90% من عائداته. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار أزمة الوقود في العراق. أسامة الربيعي قال: كل شي بدي له غلط، يقول الله وكيلك الأوضاع ترجع بيك يوم أسوأ من يوم، تخريب ممنهج لتدمير المدن وهدر المال العام. رعد قال: ديالة كهرباء ماكو، بنزين ماكو، بحيرة حمرين صار الصحراء، ويومية عاصفة ترابية، يقول والله المستعان. صلاح قال: هو بس البنزين والكهرباء، يقول مجرد دخول الصيف اختفت الكهرباء. أما جبل فقال: كلهم مشتركون بالتهريب، مسؤولون المحافظة، المسؤولون في المحافظة، المن تحكي، يقول المن تتكلم. جبل قال: هل يوجد اتصال؟ نعم. طبعا كما أشرنا بأن هذه الأزمة، يعني على سبيل المثال مصفى بيجي كان يوفر 60% من احتياجات العراق. بعد الحرب مع تنظيم داعش وتضرر هذا المصفى، تعرض هذا المصفى للنهب والسرقة، تم تفصيخ هذا المصفى على أيدي ميليشيات، واتهمت ميليشيا العصائب بأخذ الكمية الأكبر من معدات، وأخذ هذه المعدات وبيعها في سوق السكراب أو تهريبها إلى الخارج. ليبقى العراق اليوم معتمدا على الإيرادات من إيران. معنا اتصال هاشم من كربلاء، عاود الاتصال معنا. هاشم، تحدثنا في هذا الملف عن استمرار أزمة الوقود، بلد يعني ثاني بلد بتصدير النفط في العالم وليس لديه وقود كافي، كيف نفسر هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة تبنها هؤلاء الجنادير اللي جاب بيهم الاحتلال ونصرهم على حكم العراق. هذه واحدة من المعاناة اللي عانيتها الشعب العراق، هذه اللي سببها هذه الاحتلال وهذه الجنادير. نعم هاشم. نعم، دعونا نذهب إلى ملف آخر وفي العراق ومعاناة العراقيين والتضييق على أرزاق الناس، حيث انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور صوره أحد عمال الخدمة، خدمة توصيل الطعام من المطاعم إلى المنازل، الدليفري كما هو معروف في العاصمة بغداد، يشكو بألم وحسرة مما يتعرض له هو وزملائه في هذه المهنة في السيطرات الأمنية من عمليات ابتزاز وعرقلة لعملهم وحجز دراجاتهم النارية كما قال، التي تعتبر مصدر رزقهم بشكل مستمر. دعونا نتابع هذا المقطع وما قاله هذا الشاب العراقي. احنا دليفرية بغداد اللي نوصل الوجبات السريعة من المطاعم الى البيوت الزبائن. طبعا ملينا، الله يشهد كلش ملينا من وراء اهل السيطرات اللي ما يخلونا نمشي منا لهنا. حقيقه هم سووا الكتاب حتى نمشي بيه بالليل. البارحه بالليل انا الزبونه هناك بالسيطره مشكوك، اعطيتهم الكتاب شقوه يقول يلا اصعد الا تجيب لي عشاء يلا يطلعك. ودعته كان البارحه اسمه الدراجه وبالقوه بالتواسيل اللي طلعناها موتونا مللونا. اليوم النوبه بالنهار، هسه غير بالنهار، عاد واحد يمشي من هنا لازمك هذا بالسيطره. يا ليش والله انت الا تطلع كتاب
وما ادري شنو، تروح لابو المطعم يابا طلع لي كتاب، يقول لك والله ما ابي عيل تروح، لا عاد يابا انا شلون امشي شلون اعيش؟ شويه احس بالناس شويه، والله العظيم يعني هسه حتى لو بغض النظر عن دليفر او لا، بس انا اقدر اروح الشغل مثلا بالدراجه ما يصير؟ اقدر اروح للبيت، اقدر اروح بقرة عند طفل اقدر اوديني المستشفى شلون؟ بس فهمني شلون؟ اقضي احتكاسي نبوق مثلكم نصير يعني؟ هذا المقطع لاقى رواجا كبيرا وتفاعلا وتعاطفا وغضبا في نفس الوقت من قبل العراقيين، ومنهم من علق وقال متضامنا مع هذا الشاب العراقي الذي يعمل بمهنة توصيل، حامد الجميلي قال بس على الفقير يقدرون، أما رعد فقال الحل يا حكومة بسيط، كل مطعم أو مقهى أو أي عمل لديه دراجات توصيل إصدار هويات أو تصريح بتوقيع صاحب العمل بالأشخاص الذين لديهم دراجات، بويا هذا باب رزق، أنتوا يا حكومة قراراتكم فاشلة، يقول رعد. أما سلمان القرعوي فقال على الحكومة المحلية مراجعة القرارات الخاطئة، لأن قاعد تسبب ضرر للمواطن الفقير اللي عيشته على الله ثم على الدراجة، مو تريد تعدل السقف والأساس مالها بلوك. يقول حيدر والله حرام عليكم، عالم تريد تعيش بالحلال ليش تحاربوها؟ نعم. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر كيف نفسر هذه الظاهرة؟ شاب عراقي، شبان عراقيون يعملون بالحلال لتوصيل الطعام من المطاعم إلى المنازل، يحاربون في السيطرات كما قال هذا الشاب، لماذا هذا التضييق على أرزاق الناس؟ والله يا أخي إذا تسمح لي أدخل الموضوع، يعني قد يكون أنه يكون خارج أو داخل هذا الموضوع، فاسمح لي أرجوك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة حياك الله. أبو عمر انقطع الاتصال مع أبو عمر من بغداد كان معنا. نعم، يعني كما أشرنا بأن هذا المقطع يعني لاقى تعاطفا وغضبا، وكما قرأنا بعض التعليقات في على منصات التواصل الاجتماعي، دعونا نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا. أحد الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة تحدث في مقطع فيديوي عن الحال المزري لجسور المشاة المنشأة في البصرة وما تعانيه المحافظة من إهمال، والتي من المفترض أنها سوف تستضيف كأس الخليج 25. في سياق الحديث عن استضافة البصرة لبطولة كأس الخليج 25، فقد تم تأجيل بطولة كأس الخليج التي كان من المقرر إقامتها في البصرة نهاية العام الماضي 2021 بسبب عدة عوائق بحسب اللجنة المنظمة. تأجلت بطولة الخليج لكرة القدم التي كانت مقررة كما أشرنا في مدينة البصرة العراقية في ديسمبر من عام 2021 إلى يناير 2023 بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم العام الماضي. جاء في البيان قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليج 25 إلى شهر يناير من عام 2023، وكان القرار متوقعا بحسب تقارير صحفية في ظل نواقص كما جاء في بيان اللجنة، في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة هذه البطولة. دعونا نتابع هذا المقطع. أنا اليوم مواطن بصري أخاف أندعم، فجيت أصعد هذا الجسر. طبعاً المعلومة قبل لا نبني هذا الجسر من زمن خلف عبد الصمد وماجد النصر. طايحنا على مواطن، طايحنا على مواطن، طايحنا على مرشون، المسكينة تزيك. جيت أصعد الجسر. عاطين هذا عاطل الجسر مش السامع صاير لكن نفايات. أنا ما أقدر أصعد فوق الجسر، ما أعرف خاف يصير بي شيء وأتحمل مسؤوليته، لأنه بس كم هذا طاح. فأنا رسالتي إلى المعنيين، هل من المنطقي إحنا مقبلين على خليج 25 مدري زقيد مدري 21 يومية تحطوا له رقم وهاي جسورنا؟ هل من المنطقي
شاهدنا بالآونة الأخيرة بعد أن شوية صار عمار بالبصرة شوية ها شاهدنا تجي وفود أجنبية وتجي سياح أجنبية وهذا شيء حلو. هل من المنطق هذا يصورنا سيد محافظ البصرة؟ أنا أجدك شخصياً أنه تجد حلول لهذه الجسور. نعم هاي تركة قديمة للأمانة وللتاريخ وللنقل المهني. هاي تركة قديمة تتعلق بالحكومات الحالية السابقة، لكن مو صحيح تبقى بهاي الصورة. معقولة احنا جسورنا بهاي الطريقة تحمله؟ صور النفايات، بس صور النفايات. هاي مو مخازي على البصرة؟ تفاعل العراقيون مع مقطع هذا الصحفي. دعونا نقرأ بعض هذه التعليقات، تعليقات الجمهور العراقي على منصة فيسبوك. منهم من علق وقال كعبد العزيز، قال أنت تخاطب هرم الفساد، وهرم الفساد خاف يحكي ويا جماعة البلدية دخلي يكنسون الأرصفة والتراب اللي جواها بالشوارع وبعدين يسوون جسر كهربائي. هي كعكة ومقسميها بيناتهم، طنطم لي وطنطم لك والفساد بدمهم. أما تميم الحسن فقال أعتقد راح تسجل ضدك دعوة قضائية على أساس التخريب، كسر الباب، وقيمة الباب أعتقد مكلف 10 مليون بسجلات الدولة كما يقول تميم. مرتضى يعقوب رحيم قال الأفضل الاستغناء عن الجسور المعلقة ومظهرها غير اللائق والتوجه نحو الأنفاق تحت الأرض في العبور بين جهتي الشارع، وهذا ما موجود في أغلب بلدان العالم. بسام علم الخيكاني قال والله البارحة رحت زيارة للبصرة، قلنا نغير بها جو قبل الحر، لكن مع الأسف الشيء الوحيد اللي حلو بها هو ناسها الطيبة والباقي لا شيء، لا نظافة ولا اهتمام كما يقول بسام علم الخيكاني. دعونا نأخذ اتصال أبو هاشم من أبو عمر عفوا من بغداد، عاود الاتصال معنا. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف تحية وتحية لقناة الرافدين. أيها الشعب العظيم، يا من جعلتم الخميني نعله الله يقول بلسانه جرعت قرار إيقاف إطلاق يعني النار كأنما أجرع كأسا من السم. حبوا حبة الرجل الواحد وقلب الموادين على هؤلاء الأوغاد الذين عاثوا في الأرض فسادا. وأطلب منكم يوم الجمعة القادمة أن تصلوا صلاة الجنازة على العملية السياسية وتحديدا الإطار المخلوع، لأنه لم يعد إطارا يستير عليه مركبة الحياة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وشكرا لكل من يسمعنا. أبو عمر من بغداد، طبعا احنا دائما نذكر بأن كل اتصال هو يمثل وجهة نظر المتصل، ودائما نتذكر بأنه يا جماعة الخير السب واللعن والشتم غير مقبول به على أي شخصية كانت، رجاء هذا لا أخلاق المسلم ولا أخلاق العربي ولا أخلاق الإنسان. فرجاء رجاء ممكن تعبر برأيك بطريقة حضارية. معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق كيف حالك أخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك دكتور؟ يا هلا بك، حياك الله. احنا عرضنا في هذا المقطع يعني اذا شفته بانه شلون البصرة راح تستقبل خليجي 25. تدري هي تأجلت، كان المفترض انه تصير البطولة العام الماضي، وجدت اللجنة وشافت انه الوضع يعني البصرة غير مستعدة لاستقبال مثل هذه البطولة، فتم تأجيلها الى 23، وربما انه تتأجل مرة اخرى. ليش هذا الإهمال لهذه المحافظة، هذه المحافظة اللي يعني محافظة غنية بالنفط، محافظة نعم. عبد الرزاق انقطع اتصال مع عبد الرزاق من بابل. أعزائي المشاهدين، دعونا نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا لهذا اليوم مع برنامجكم صوتكم. Thank you.
أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بالمتصل عبد الرزاق من بابل. تفضل أخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. بالنسبة للملاعب، هي المؤسسات الأساسية الرئيسية اللي يعتمد عليها المواطن العراقي بحياته اليومية. فذولا عمر بيبنون وطن، دولة يعني البلد والوطن والغاب عنهم، لأنه يعني دولة كل عراقي وعملاء وقوانا يعني يشتغلون للخارج، ما يشتغلون للبلد اللي جاي يكون المعونة. يعني أنا يوم شفت يعني على المواقع الاجتماعي شفت شيء الشباب، أنا يعني صراحة أي مواطن عراقي أتمنى ياخذ يعني استحقاقه وقيمته بأي مناسبة، سواء بالأفراح بالأفراح، لكنه ليش التمييز بين المواطنين العراقيين؟ يعني شنو فرق هذا الشاعر عن ثوار تشرين؟ يعني شنو فرق هذا المواطن عن الفقراء اللي جاي يعانون يعني بحياتهم اليومية؟ ليش أنت يا رئيس الوزراء يعني جاي تروج الدعاية بأنه أنت أرواح العراقيين وسمعة العراقيين؟ والعراقيين جاي ينون من الآلام والأمراض والفقر يعني اللي جاي، والسموم اللي جاي تقتل العراقيين بالحشيشة والمخدرات، وانت ساكت اليوم تسوي نفسك انت وطني وحريص على أرواح العراقيين. هذا التمييز يا أخي ما يمشي بإنه احنا عرضنا أخي عبد الرزاق في المقطع الأول كيف أنه اليوم يعني شباب عراقي رجال عراقيون هاجموا مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، هاجموا سياسيين في العاصمة بغداد، رددوا هتافات تتهمهم بالفساد مثل شلع قلع كلكم حرامية، ويعني رموهم يعني أجلكم الله بالأحذية. هذا يعني يبين أنه الغضب العراقي بازدياد، وهناك تقارير تتحدث بأنه يعني البلد على شفا ثورة أخرى. عمر يعني شو تريد يعني المواطن العراقي يستقبله بالورود؟ هاي المأساة اليومية اللي جاي تمر على الشعب العراقي ما جاي تمر على أي شعب بالعالم. يعني أنا أحكي لك يعني حالة يا دكتور، أنا تعرضت إلى شخصية، أنا قبل فترة تعرضت إلى وحكة صحية يعني صراحة مؤلمة، ودخلت مستشفى على حساب الخاص. صدقني يا دكتور عمر، على حساب الخاص، الجناح الخاص وأي خدمات ما موجودة بي. يعني دكتور عمر شنو اللي يشوف المواطن العراقي من قبل الحكومة العراقية حتى يحترموا الحكومة والحاكم اللي جاي يقود هذا البلد؟ يا أخي دول جاي يروجون نفسهم، يا أخي دول يعني يشتغلون على دمار العراق، ما جاي يشتغلون على خدمة المواطن العراقي. فإن شاء الله الثورة قادمة وثوار تشرين إن شاء الله أهلنا وكل العراق إن شاء الله اللي نخلص من هاي الطبقة اللي جثت على صدور العراقيين. تحياتي. شكرا لك عبد الرزاق من باب الكلام معنا. معنا أحمد من السويد، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ العزيز. طبعا بس أنا ردت أعلق على الموضوع بشكل سريع ومختصر. تفضل. مختصر مفيد. نعم. الأوردرات اللي دا توصل للي دا يحكمون حاليا بالعراق هي تخريب وفساد وظلم الشعب العراقي. لكن للأسف الوعي مدى يوصل بشكل صحيح للعراقيين. يعني أنا من خلال قناتكم أشد على أيديكم أولا أنه أنتوا دا تحاولون تقلون أو توعون المجتمع، وثانيا هذا واجب. نعم. الله يحفظكم. الله يسلمك. وثانيا العراقيين في سبات عميق، في سبات عميق أقسم بالله. لماذا يعني برأيك؟ يصير أنه لأنه يعني استمرار الخطأ والقدم به هو اللي يخلي المواطن يعني يعتقد أنه هذا الصح. يعني من فسر يعني بأنه بسبب آلة القمع. يعني نضرب مثال، إحنا ثورة تشرين شوف شلون تعرضت إلى عمليات تخوين، واستشهدوا 800 من الشباب والجرحى 35 وبيهم إصابات يعني إعاقات دائمة، وتعرضت هذه الثورة وهذه التظاهرات لكثير من التخوين وكثير من المجازر. يعني اليوم أنت السياسيين يتحدثون بأنه إحنا
عملية ديمقراطية وإلى آخره، وتجد مجازر تحدث يوميا. هو شوف، للأسف الديمقراطية والحرية هي شعارات فقط في كل العالم وليس في العراق فقط، يعني بأي دولة بالعالم هي مجرد شعارات، لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية ولا يوجد شيء اسمه حرية. وإحنا بالنسبة لثورة تشرين، ثورة تشرين كانت غير مدعومة وغير مخطط لها، لذلك صار اللي صار. وأنا يعني من البداية، من بداية الثورة عرفت أنه شنو نهايتها، عرفت راح تصير انقسامات، راح يتدخلون بها ناس، راح يطلعون منها ناس، لكن الهدف الرئيسي اللي احنا نريد نوصله واللي نريد الناس تفهمه، انه لازم يكون عندك وعي، لازم تعرف انه هاي الحكومات هي حكومات ورقيه، حكومات ضعيفه ممكن تنتهي باي لحظه، وممكن احنا نعدل وضعنا بايدينا، ما ننتظر احد من برا يجي يعدل لنا الوضع مثل ما صار باحتلال العراق. وانا اشكركم شكر جزيل، شكرا لك. الله يحفظكم. الله يسلمك. انا اشكرك اخي. الله يسلمك. الله يحفظك. مع السلامه. الله معك. الله معك. دعونا نذهب إلى فقرة أنت ترى. وردنا عبر هذه الخدمة التي توفرها قناة الرافدين الفضائية للعراقيين ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث يومية على الساحة العراقية وعرضها هنا في برنامج صوتكم. وصلنا اليوم مقطع مصور لمواطني منطقة البوحمدان في محافظة بابل، وهم يشكون من انعدام الخدمات في المنطقة بسبب الإهمال من قبل إدارة محافظة بابل، فلنتابع. والله عم اداريات بابل مو خوش اداريات، مو خوش اداريات. هذا السادة الارصب هاي قبل 54 سووها واستشالوها، وما تورى 54 هم يشيلونها نفس الشغلة هاي نفسها. يعني هي هاي الارصب هاي مو قبل 54 سووها، وهسه ما 54 بعد النوب ثانية هم يردون يشيلونها. علي من عمل اداريات هاي؟ عمل اداريات بابل فاشلة. هو رواحنا اخذوها، هي عالشجار رواحنا خلصوها عمي، عمارنا خلصوها عشجر هم ظلت، عمارنا خلصت احنا من وراء اداريات بابل. عمي مو محافظة بابل، ما اريد دوائرها عمي، دوائر غضب عمي. قبل كانت بالستين، قبل الستين المسيب تابعة كربلاء. ارجع على الناس الاولين الكبار، يعني هو قانونا ادارياتنا كربلاء. ثاني شيء الحلة بابل تبعد علينا 45 كيلو، كربلاء 30 كيلو، ضيفونا على كربلاء عمي. يستمر الخريجون العراقيون بمطالبة الحكومة بتوفير الوظائف لهم في ظل أزمة متزايدة في عدد الخريجين من كافة الاختصاصات دون تخطيط مسبق من قبل الجهات الحكومية، والذي أدى إلى تزايد عدد الخريجين دون توفير الوظائف إن كان في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص. تفاعل عدد من الخريجين على وسم العقد مطلبنا خريج تربوي إداري للمطالبة بحصولهم على عقد عمل أو تعيين، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات حتى تحقيق المطالب. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. زينب غررت وقالت: خريجون محرومون من كل شيء، لم يحظوا بفرصة عمل لا في القطاع العام ولا حتى في القطاع الخاص، تعاقدوا معهم من أجل مستقبل أفضل للخريج وللأجيال، إلى متى إهمالهم؟ أنصفوهم. أما مصطفى فغرد وقال: كفاكم تسويف ومماطلة، لماذا هذا الإهمال لهذه الشريحة المهمة؟ لماذا شبابنا تدفع ثمن فسادكم؟ لماذا شباب جميع بلدان العالم ينعمون بعيش كريم والشاب العراقي يعاني الشقاء بسبب فسادكم؟ مصطفى: سنبقى صامدين لحين تحقيق مطالبنا، سيبقى صوتنا يصدى حتى يترنم على مسمع الجهات المسؤولة، سنبقى ثائرين وهذا عملنا، وليس لدينا شيء آخر يشغلنا حتى تنصفونا. تغريدة أخرى من هبة عبد الأمير قالت فيها: خريج بلا حقوق ولم يجد من يرفع مظلوميته إلى أصحاب القرار، لن نسكت ولن نتنازل عن العقد أو التعيين، فنحن شريحة مهملة ومهمشة من جميع الجوانب. معنا اتصال أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. يا أهلا بك، حياك الله. مواضيع هواية، شنو الموضوع؟ نعم، خلينا بالموضوع الأول. اليوم شفت اللي صار ببغداد، شون يعني هتفوا العراقيين بغضب، أجلك الله وأجل المشاهدين، رموا
يعني مواكب السياسيين بالأحذية غضب دا يرتفع بالعراق، وهناك تقارير تتحدث بأن الانسداد السياسي اليوم سوف يؤدي إلى ثورة أخرى ربما تكون أكبر من ثورة تشرين. نعم. المفروض الشعب العراقي مو بس بالأحذية، بغير شغلات إذا هم يقدرون، لأنه بعض الشيوخ العشائر يطلعون جماعتهم، ها يصير إطلاق نار على مود واحد كسر حشاك صخلة أو طلي أو يا أخي هذول مجرمين قتلة. اصحوا يا شعب العراقي، انت ليش ما أعرف ليش وقت نايمين؟ ها ليش السؤال أخي يعني يناشد بعض المحافظ شو اسمه الحلة يقول له أخي انتوا لمن تناشدون؟ دول مجرمين قائد فضل. صار شهر السابع وراح ندخل بشهر الثامن وجاي يطاطحون على الكراسي وجاي يطارحون على الكراسي، وحتى لو مقتدى يجي يستلم الحكم تيار الصدري، ليش تيار الصدري ما صار يوم 19 سنة وياهم؟ أنا يعني أنا أقول للمطبلين مقتدى الساعة الآن ناس على اليوتيوب ها يعتبرون نفسهم ثوار وجاي يطبلون المقتدى. أخي هذول مجرمين قتل لصوص. نعم شكرا لك أبو علي من لندن، وعذرا على المقاطعة بسبب انتهاء وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.